أسمعكم. في قول الله عز وجل حينما قالوا في مريم عليه السلام، طبعا جاءت حامل ويعرفونها، ماذا قالوا لها؟ قالوا ما وما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. يعني أبوك قدوة وأسوة وأمك معروفة، كلكم نزيهين وكلكم عفيفين، كيف كيف تطلع أنت؟ وما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، كيف تقول؟ مما يدل على الفعل لما يكون الأب قدوة حتى الناس تعرف هذا ولد فلان وهذا بيت فلان. أنتم مع أولادكم حينما يكون الابن من منذ يبلغ الخامسة وكذلك البنت، يبدأ الأب يحبه ويأخذه معه ويكون مطوع، طبيعة في الخامسة تقريبا إلى الحادي عشر مطوع، يذهب معك للصلاة إن كنت تعرف الصلاة، يذهب معك كذا وكذا وكذا. لا تظن أنك ناجح في التربية، طبيعة السن في هذا السن ويحب يشاهد قدوة كبيرة لسه صغير، لا تظن أنك ناجح بتقول ولدي صالح، ولذلك بعد 11-12 يبدأ يتغير، تتغير طبيعته، يذهب إلى أصحابه، يبدأ نوع كما يقال استقلال، نوع كذا وكذا. إذا كنت حينما كان صغيرا كنت أنت نموذج وفعلا حسن التربية، حسن القدوة، حسن المصداقية، حسن المثالية، لن تدرك فرقا كبيرا حينما كبر. وإن كان الهداية بيد الله، لا أقول طبعا أنك ستكون ناجح في المئة في المئة، لا، الله قال لنوح إنه لاسم من أهلك، ونوح ما أنا لا أقول طبعا أنك إذا اجتهدت لابد أن تكون تجي صح، لا، النتيجة بيد الله عز وجل، لكن المهم أن تكون تعمل صح، مسؤوليتك أن يكون عملك صحيحا، أما النتائج بيد الله لن تمسؤول عنه. الأنبياء كلهم أعمالهم صحيحة وكلهم معهم براهين وحجج ومعصوم، ومع هذا قال يقول الله لهم ليس عليك هداه. أنا لا أتكلم عن النتائج، أتكلم عنك أنت تكون نموذج. ففي الغالب أنه، ولهذا أسمعكم في قول الله عز وجل حينما قالوا في مريم عليه السلام، طبعا جاءت حامل ويعرفونها، ماذا قالوا لها؟ قالوا ما وما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. يعني أبوك قدوة وأسوة وأمك معروفة، كلكم نزيهين وكلكم عفيفين، كيف كيف تطلع أنت؟ وما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، كيف تقول؟ مما يدل على الفعل لما يكون الأب قدوة حتى الناس تعرف هذا ولد فلان وهذا بيت فلان وهذا معروفين. يعني قال شو أنا بعض المفسرين جميل، يعني قال على الكلمة هذه يعني لطيف جدا تفسيره، لا سمعكم إياه، وينو الشيخ أظنه بن سعدي أظنه، قال كلام جميل على إيه، يقول وما كان أبوك امرأة سوء، وذلك أن الذرية غالبا بعضها من بعض في الصلاح وفي ضده، صحيح؟ فإذا يعني كونوا نماذج صالحة لأولادكم، أما الكلام طيب لكن ما في أحسن من ال- 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 القدوة بالفعل بالأفعال، من كما قلت لكم نحن نضيع كثيرا من أوقاتنا، لو أن الأب والأم انضبطوا كثيرا وحرصوا يستيقظون مبكرين وينامون مبكرين ويعني عليهم سيما الخير والصلاح، الذهاب المسجد الأب يذهب المسجد الجماعة ويصلي، سواء ذهب يأخذ أولاده حتى وإن لم يأخذهم يعرفون أنه ملتزم، لأن غالبا أحيانا قد يكون الولد فترة مراهقة يكون عنده نوع من الشذوذ، لكن في إذا كبر يعرف أن أباه محافظ على المسجد، أبوه في الصف الأول منذ نشأ إلى أن مات وأبوه يعرفه حافظ في المسجد ويصلي والقرآن معه في بيته، يصلي من الليل، يصلي من النهار، يصلي من الضحى، لسانه رطب من ذكر الله، هذه قدوة، يعني هذه قدوة غير مباشرة، هو يراك رجلا صالحا تمشي على الأرض، هذا الذي هذا التأسي.